تحرك وصول الرئيس الفرنسي إلى مطار الجزائر العاصمة. الرئيس تبون في استقباله. طبعا الرئيس الفرنسي ماكرون في هذه الزيارة التي تأتي بعد كثير من التوترات والتي حدثت في الأشهر الماضية، زيارة هي الأطول والأكبر في نفس الوقت، الأطول لأنها هنا يعزف النشيد الوطني لكلا الدولتين. طبعا لحظة وصول الرئيس الفرنسي ماكرون الأخيرة إلى وهران. تستطيع أيضا يعني أن تعلق على ما تراه من هذه الصورة وتضع المشاهد الكريم في بروتوكولات الاستقبال. الآن سيتوجه الرئيس ماكرون إلى بعد انتهاء البروتوكول يعني إلى مقر زيارته، لكن لا ندري إذا كان سيكون هناك تصريحات صحفية أو لا، سنتابع. كما شاهدتم بهذا الفيديو لحظة وصول الرئيس الفرنسي ماكرون. أنا أتابع الصورة وأنت تعلق عليها، يعني الصورة في الجزائر. سنشرحها لك لأنك في مكان بعيد عن كما ترون في هذه الصورة إن شاء الله. طبعاً يقدم الرئيس الجزائري للرئيس ماكرون المسؤولين السياسيين الجزائريين. جميل جداً.